مرحبا شباب، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم هو عبارة عن شرح لتمرين العقلي أو الثابت أو ما بعرف شو بتسموه، كل واحد حسب بلده. اكتبوا لي بالتعليقات تحت كل واحد شو بيسمي التمرين عنده. التمرين هذا بحاجة لإحماء كتير منيح، بعكس ما هو مفهوم إنه التمرين هذا هو إحماء. لا، لازم الواحد يحمي حاله كتير منيح بعدين يبلش بالتمرين. راجعوا الفيديوهات السابقة، في كثير مواضيع عن الإحماء أنا مسجلها موجودة بالقوائم اللي عندي على القناة. واللي ما له خلق هلا يروح يشوف شيء. بالمكان حركة، بالمكان دوران لمفصل الكتف، يمين يسار فوق تحت، بكل الاتجاهات. من 5 إلى 10 دقائق إحماء، جهزوا حالكم ويلا نبلش. طبعا للاشخاص اللي المهتمين لهالموضوع هذا ممكن يكونوا شافوا فيديوهات كتير، او حتى للناس اللي هلا عم تفكر انه انا بدي اتمرن على العقلي كيف، فبيكتبوا على اليوتيوب تمرين العقلي، فراح يشوفوا كتير فيديوهات. وانا متاكد انه الواحد ما بس راح يشوف الفيديو تبعي ويقوم يشتغله، راح يشوف كتير فيديوهات. مو غلط، بس انا راح اشرح من وجهة نظري وانتم فيكم تختاروا وتعملوا اللي بتحبوه. التمرين الثابت هو او تمرين العقلي هو عباره عن قسمين، بغض النظر عن كيف انا عم بمسك، ضيق واسع للامام للخلف بشكل عام مو مهم. اهم شيء انه انا اعرف اتمرن كيف اسحب وكيف انزل، اسحب وانزل، تمام. فنحن راح نجزئ القسم هذا، راح نشتغل اول شيء بدون آلي. للاشخاص اللي تشتغل بالبيت راح يلزمني شيء اتمسك فيه، وراح يلزمني شيء وقف عليه مثل الكرسي مثلا، تمام. راح اتعلم السحب كيف، راح بعد شوي الصندوق هذا او الكرسي اللي انا راح استخدمه لقدام، مشان وقت اللي اترك وقت اترك المكان هذا يكونوا رجلي فاضيين، يكون تحتي فاضي، تمام. فانا راح اتمسك هون، تمام، وبسحب حالي لفوق شوي، تمام، برخي للأخير وبرجع بسحب، تمام. بحاول ساعد حالي بإجري شوي، بحاول ارفع حالي شوي شوي. النزلة مو مهمة، اهم شيء اسحب لفوق بعدين بنزل بإجري، تمام. يعني مو ضروري ضل متمسك. الفكرة من الموضوع انا شوي شوي بدي اتعلم كيف اسحب حالي لفوق شوي شوي. بدي بعيد الكرسي شوي او الشيء اللي انا عم وقف عليه، او ممكن اخفف كتير الضغط من تحت، اخفف كتير الحمل على الاجرين، اني انا بعد شوي بخلي رجلي يعني على الصندوق بس بعد حالي شوي، هيك بصير في حمل اكثر، تمام. وشوي شوي بحاول اني بعد عن الصندوق اكثر، ومبدئيا بدي اتعلم بس كيف اسحب. يعني انا بسحب لفوق بعدين بحمل على الاجرين وبنزل شوي شوي، تمام. هذا اول قسم ممكن نتعلم عليه. القسم الثاني اللي هو النزلي، كيف انا بدي انزل. هلا بدي اعمل بالعكس، راح اخلي الصندوق تحتنا، تمام، بطلع لفوق بسحب حالي لفوق بعدين بنزل شوي شوي، بعدين بطلع لفوق وبنزل بسحب رجلي، بترك رجلي من تحت بعدهم وبنزل كمان لتحت. نفس الموضوع مرة تانية، بطلع لفوق وبنزل لتحت شوي شوي، بغض النظر كيف أنا عم أمسك، تمام. حاول نكرر الموضوع هذا دائما. شوفوا بالبداية أي مسكة بتحسوا حالكم مرتاحين فيها، إن كان ضيق أكثر، واسع أكثر، واسع أكثر، للخلف، للأمام، أي وضعية بتحسوها أنه منيحة هي مريحة لكم، لأنه موضوع الشد العضلي بيختلف من شخص لشخص. بعدين بدنا نطور الموضوع شوي، اللي هو أني أنا أسحب وأنزل بس مع مساعدة. خلينا نقول وقف هون بعد الصندوق شوي وبصير بطلع لفوق وبنزل لتحت، بحاول اترك الصندوق شوي شوي شوي، لازم اكسب الثقه اني انا بحسن بطلع، تمام. كمان بسحب الصندوق، بطلع لفوق بعد عن الصندوق شوي، وكمان بنزل،
تمام، بحاول اتحكم بالنزله كمان. كمان بنكرر الموضوع هذا كذا مره. حاولوا بالفتره الاولى يكون بس هيك، مره سحب مره نزول، وشوي شوي بتصيروا بتصعبوا الموضوع اكثر، يعني شوي شوي بتصيروا بتضغطوا على جسمكم مشان العضله تستجيب وتشتغل معكم. بعد ما نخلص من الموضوع هذا، بعد ما يصير سهل، تمام، بعد ما يصير هذا سهل راح تحس راح توصلوا لمرحلة، طبعا هذا بده وقت، انه انا ما عاد بحاجة لهذا. انا مثلا عم بطلع وحدة تنتين وعم كفي، وصلت لمرحلة انه ما عاد فيني، بس انا بدي اطور حالي اكثر. راح ندخل شيء ثاني كمان موجود معنا، راح ندخل بعدين المطاط معنا. طبعا هذا المطاط مثل قلتوا هلا، يعني ما بيحمل شيء، بس مشان افرجيكم كيف الواحد بيشتغل عليه. طبعا في مطاط بيجي عريض وبيجي له شدات مختلفه، يعني بيجي 5-10 والوان، الالوان كمان بتعبر عن شده المطاط. ممكن الاحمر او الاخضر بيجي، او الاحمر يمكن بيجي اقوى شيء، بعدين بيجي في ازرق، وبعدين بيجي اخضر. ما علينا، اختاروا انتم الشيء اللي بتحسوه مناسب. احنا رح نشتغل هون ورجلينا رح تكون تحت، يعني احنا رح نعلقه بشيء للمطاط وحطه تحت اجري، تمام، عشان نبين عليكم كيف انا بضغط عليه. بتعلق بقى انا فوق، تمام. المطاط هذا طبعا ما بيساعد ابدا، المطاط اللي انتم رح تجيبوه او لا بحكي لكم عليه، هذا العريض هو احسن، بس للاسف ما عندي منه هون. بضغط عليه، بضغط عليه وبطلع لفوق، برجع بنزل. كمان نفس الشيء، بحاول بتمرجح شوي لحتى يصير في ضغط، بضغط عليه وبطلع لفوق وبرجع بنزل، تمام. كمان الموضوع هذا بنصير ما نكرره لحتى نحسن نعمل عدات اكثر، تمام. بعدين شوي شوي بنخفف شده المطاط. يعني اذا مثلا كنت عم بشتغل الازرق، او اذا كنت انا عم بشتغل على الاحمر، بعدين بنقول على الازرق، على الأزرق فترة، بعدين بنقول على الأخضر، بعدين بصير بعيد عنه تماما، بصير بيشتغل لحالي. لأنه أساسا لما توصلوا لهالمرحلة أنتوا عم تحسنوا تسحبوا وتنزلوا، بس العدات قليلة، شوي شوي مع الوقت رح يصير في تطور وتحسنوا تطلعوا عدات أكثر. للأشخاص اللي بتتمرن بصالة رياضية مثل هيك، من المفروض يكون في جهاز مثل هاد أو شيء مشابه له. هذا الجهاز نفس الشيء تماما، تشوف كل شيء اشتغلناه هونيك هو هون، يعني بس هو بشكل شوي احترافي اكثر، في آلات وفي اوزان وفي تصميم معين. هون الكرسي هذا راح يلزمنا، ننزله لتحت للاخير، تمام، هذا لازم يكون للاخير لتحت. وهون انا بطلع بقى هون على الجهاز هذا، هون الاوزان اللي تحت هي بالعكس، عاده احنا بنحط الوزن لنسحبه. يعني انا بحط مثلا 30 كيلو فبسحب 30 كيلو، كان عم بعمل رودان، كان عم بعمل اي تمرين بيتسبس، بحط 10 فانا عم شيل 10، بحط 30 فانا عم شيل 30. هون بالعكس، هون انا عم بسحب وزن جسمي، فانا لما بحط 40 فانا عم ملغي من وزن جسمي 40 كيلو، تمام، يعني عم يصير التمرين اسهل. انا حط 50 فانا عم شيل من وزن جسمي 50 كيلو، تمام. هلا راح نشوف كيف انا هذا الجهاز شارحه بس بشكل بسيط بغير مقطع فيديو، هلا راح توسع فيه شوي، تمام. فانا لما بحط الوزن فانا عم الغي من وزن جسمي، بدي اشيل من وزني 30 كيلو، بحط 30، بطلع على الجهاز، تمام. فهيك انا هلا بسحب لفوق ناقص 30 كيلو، تمام. طبعا تمرين الثابت هو، يمكن هذا لازم اشرحه من بدايه الفيديو، انه الواحد لازم يرخي حاله للاخير. تمرين الثابت مو هون، واحد هيك بضل مطعوجين، يفرد للأخير. لوح الكتف، خليني أشرح لكم إياها بشكل تاني. لوح الكتف هدول من ورا، تمام، هدول لوح الكتف هيك بس من ورا. لما الواحد بده ينزل لازم يبرموا لتحت، تمام، يفتحوا كلهم،
بعدين بلش فيهم منهم ببلش وبعدين بسحب لفوق تمام؟ هذا ظهري من ورا بلش منهم وبسحب لفوق برد برجع مرة تاني. فهون نفس الشيء 30 كيلو صاروا بوقت لنا الأوقات وزن خفيف فبنقص مثلا 20 كيلو 15 كيلو خلينا نقول بنزل بشيل من جسمي 15 كيلو وبرجع بعمل التمرين مع الوقت طبعا هذا بيصير وبرجع بعمل التمرين مرة تانية تمام وهيك لحتى بطل احتاج هذا الجهاز رح جرب كمان اشتغل كذا عدي هون بركي بيبين او بركي بيكون واضح التمرين بشكل حر اكثر لان هون كان في اشياء عم تساعد في اشياء عم تمنع الجسم يكون حر تمام واحد بيطلع لفوق بجهز حاله رجلين في يكونوا مشدودين او بيشبكهم بدكم اياه طلع واحد لفوق تحت الكتف مفتوحين كمان مره لفوق وتحت فوق تحت تمام مثل ما حكيت اهم شيء لوح الكتف الواحد يفضل يعمل التمرين هذا 10 عدات اكثر من مجموعه وممكن يعملوا اكثر اللي بدكم اياه كل واحد حسب هدفه هذا تمرين مثل ما حكيت هو تمرين اساسي بيحتاجوه كل الالعاب الرياضيه ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه ان شاء الله اكون قدرت افيدكم بشيء لا تنسوا لايك للفيديو اشتراك بالقناة اكتبوا لي آراءكم بالتعليقات نلتقي بفيديو جديد ان شاء الله سلامات كمان نفس الشيء بضغط عليه وبطلع لفوق بنزل لتحت للأخير بس ما بنقعد عليه هذا الشيء هذا مين مركبه بالغلط